للمزيد حول الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من اسطنبول رئيس تحرير صحيفه وجهات نظر الاستاذ مصطفى كامل. اهلا بكم استاذ مصطفى الى هذه الجوله الاخباريه. يعني العبادي كشف عن تهديد قادم من ميليشيا الحشد له بشخصه، ما هو تفسيرك لهذا التهديد وخلفياته؟ من محاوله لتلميع شخصيته ولتوزيع الادوار بين الجهات المختلفة. حيدر العبادي ليس عدو للحشد، ميليشيات الحشد والعصابات الإرهابية التي تسيطر على كل شيء في العراق، و أمام المجتمع الدولي والجهات العربية التي تدعمه بأنه مضاد للحشد ولميليشيات الإرهابية على الاطلاق. استاذ مصطفى تسمعني؟ اسمعك نعم. استاذ مصطفى، يعني الى اي مدى اصبحت ميليشيا الحشد متنفذه حتى تقوم بتهديد رئيس الحكومه؟ هذا التصريح، يعني العبادي يقوم بالتصريح عن اصدقائه في الفتره السابقه، واليوم يبدو ان هناك بدا تشكيل عداء بين الطرفين بسبب الانتخابات. لا شك أن مرحلة الانتخابات تكون فيها شيء من التنافس، ولكن كما قلنا الحشد جزء من حكومة العبادي. الحشد ليس مؤسسة خارجة عن القانون كما يسمونها، الحشد مؤسسة رسمية تابعة لحيدر العبادي شخصيا، تابعة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي هو يتحمل جميع الإجرام الذي تقوم به هذه العصابات الإرهابية. هذا من جهة. أيضا الحشد يسيطر على كل مناحي الحياة في العراق من خلال التغلغل الكامل لكل هذه الميليشيات في المؤسسات الحكومية، المؤسسات على اختلاف أنواعها الأمنية والإدارية والعسكرية والخدمية وغيرها، وبالتالي ليس هناك فاصل حقيقي بين الحشد والمؤسسات السلطة كما أو الحكومة كما يسمونها. هناك تناغم كامل، هناك دعم كامل، ولكن هناك توزيع للأدوار، وهم يجيدون عملاء إيران الحقيقة يجيدون هذا التوزيع الظاهري للأدوار فيما بينهم. بالحديث عن عملاء إيران، يعني صحيفة العرب اللندنية تقول بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي ليس هو المرشح الأمثل والأفضل لتحقيق مصالح إيران في العراق. ما مدى صحة ذلك برأيك؟ وهل هو يتناسب فعلا مع الدور الذي قام به العبادي خلال الفترة السابقة؟ بصرف النظر عن اسم هذا المرشح أو ذاك، هناك مشروع فارسي إرهابي طائفي توسعي يجري تنفيذه في العراق، جرى تنفيذه بواسطة إبراهيم الجعفري، جرى تنفيذه لاحقا بواسطة نوري المالكي، وجرى في السنوات الأربع الأخيرة تنفيذه بواسطة حيدر العبادي. لو كان التوافق الإيراني الأمريكي يختار شخصية غير العبادي لا اختير هذه الشخصية. أنا أعتقد أن العبادي هو المرشح الأقوى في المستقبل في المرحلة القادمة، ولكن طبعا كل شيء جائز في العراق. في كل الأحوال يجب أن لا ننظر إلى الأشخاص، وإنما يجب أن ننظر إلى المشروع الذي يمضي تحقيقه في العراق قدما، وهو مشروع إرهابي طائفي توسعي عنصري بالكامل. نعم الأستاذ مصطفى، متفق عليه بين الولايات المتحدة وإيران. نعم أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.